نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ورضي الله عنهم وأرضاهم وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما يترى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الوصية الجامعة والموعظة النافعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، اغتنموا حياتكم واحفظوا أوقاتكم، فكل دقة قلب ينقص بها العمر، وكل نفس يدني من الأجل، والعاقل لا يضيع نفيس عمره بغير عمل صالح، وإنه ليحزن على ما يذهب منه بغير عوض رابح. وإذا كان كذلك عباد الله، فاعتبروا بطوالع العبر، وتدبروا سوابق الخبر، وتفكروا في حوادث الأيام والغير، ففيها المعتبر والمزدجر، واحذروا زخارف الدنيا المضلة، فمن تكثر منها لم يزدد بها إلا قلة. فأهل الدنيا ينظرون إلى الرئاسات ويحبون المكثرات والمنافسات، وأهل الآخرة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.